السيد رئيس الجمهوريه كانت دايما الاهتمام بالعماله، واحنا يمكن خلال المرحله الحاليه بنحط كل التركيز والاهتمام بالعماله، ويمكن احنا كانت الهديه اللي نقدر نقدمها النهارده هي شهاده امان لحضراتكم، واحنا بنقول ان احنا عندنا القدره ان احنا بعد كده كمان نبقى بعد ما اصبح عندنا قاعده للبيانات الخاصه بالعماله غير المنتظمه موجوده في 27 محافظه او 27 مديريه، بالتاكيد ده هيدينا فرصه ان احنا نبقى شايفين الكل، ومن خلال ده هنقدر نضع الاليات اللي تضمن نمره واحد بالنسبه لنا احنا مساله التشغيل، نمره اثنين ايضا بتضمن كمان ان احنا ننظر لرعايه العماله بشكل اكبر من مما كانت عليه، لان احنا النهارده بنقول ان توجيهات الدوله المصريه لرعايه العماله ورعايه المواطن المصري، فاحنا النهارده بنقول ان خلال المرحله اللي جايه هيبقى باذن الله في نظره وطفرات كبيره في رعايه للعماله كلها، ويمكن احنا شايفين النهارده ان الدوله المصريه بتحاول تركز كل الافكار لرعايه العماله الغير منتظمه. Thank you.